لكن حتى الآن دكتور مجيد لا توجد خيارات كثيرة أمام الإيكواس، يعني الحل العسكري مرفوض من بعض الدول الإقليمية، ربما بعد الضغوطات والعقوبات الاقتصادية ومنع دخول مساعدات لم يجد نفعا حتى الآن، حتى ما يبدو من أخبار لم يجد نفعا حتى الآن. إذا خيارات الإيكواس صارت أقل من السابق وربما تقل شيئا فشيئا مع مضي الوقت، فبالتالي تحركات الإيكواس لن تكون مجدية. صحيح، تحركات الإيكوس فيها خلل كبير، وبالتالي يجب تدارك هذا الخلل في هذه المسألة، لأن المسألة لا تهم الإيكوس فقط، تهمنا كلنا، تهم كل المنطقة وتهم العالم بأسره، وخاصة تهم منطقة الساحل الإفريقية وتهم أوروبا وتهم الشرق الأوسط، وبالتالي هناك تكافل وتضامن في هذه المسألة لصد هذا التحول الجيوستراتيجي الذي يهم حياتنا اليومية لكل فرد منا. وبالتالي هذه المرة ستأخذ بجدية، وعلينا أن نأخذها بجدية. رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر قال إنه أجرى اتصالا قبل يومين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل تعتقد أن النيجر لم تعد فقط مكانا للصراع القانوني على نظام حكم تمت إزاحته ويراد له العودة إلى مجال أوسع، ربما على التنافس على جغرافيا مهمة في القارة الأفريقية؟ صحيح، هناك منافسة، ويعني رئيس يعني الانقلابيين في بوركينا فاسو في النيجر كشف عن هذه الورقة. لنتذكر أن يوم الانقلاب هو يوم الاجتماع روسيا إفريقيا، وهذا ليس بمحض الصدفة، هذه إشارة روسيا تريد أن تمسك هذا الجزء من العالم وأن تتحكم فيه. والمسألة ليست منافسة بين روسيا، فهي مرحب بها للتنافس الاقتصادي والتنافس التجاري وغير ذلك، ولكن لما يقع استعمال مرتزقة مثل فاغنر فإن المسألة يجب أن تؤخذ بكل جدية، وأن لا يمكن أن نسمح في العلاقة الدولية أن تكون عصابات الآن تتحكم في العلاقة الدولية، يجب أن تحكم والعلاقة الدولية حسب القانون الدولي وليس عبر القوة وعبر العصابات. إذا نحن أمام منطقة صراع دكتور مجيد، يعني ليست المسألة إعادة نظام حكم إلى شرعيته مرة أخرى، وإنما هو الصراع الإقليمي أو الصراع الجغرافي على منطقة مهمة في أفريقيا، حضرتك وصفتها بأنها مفتاح لكثير من الجغرافيا الأفريقية، فبالتالي يعني ليست المسألة قانونية فقط، وإنما في إطار صراع على إيرادات داخل أفريقيا. هي أولا صراع قانوني، ويجب أن تكون الصراعات الإقليمية والصراعات الجيوستراتيجية مبنية على القانون. هذه مسألة أساسية، المسألة ليست مسألة تموقع الدولة ضد الدولة. المسألة لو كانت روسيا مرة أخرى أرادت أن تدخل في المنافسة التجارية فأهلا وسهلا بروسيا وبعدة بلدان أخرى، ولكن هذه المحاولة يعني هي محاولة لكي تستعمل فيها القوة. تغيير الأنظمة بالقوة ليس مقبول قانونيا وليس مقبول جيوستراتيجيا. ثم كذلك نرى أن إذا وقع تسليح هؤلاء الإرهابيين بهذه المنطقة، وهناك بوكو حرام وهناك الجهاد الإسلامي وغير ذلك من المنظمات الإرهابية، فإنه يمكن أن يتمكنوا أو يمكن أن يمكنوا من سلاح فتاك. والآن الصواريخ الباليستية هي فيها صواريخ باليستية ب10,000 كيلومتر، ونرى أن من النيجر إلى أوروبا المسافة هي 2,000 كيلومتر، وبالتالي هي ستكون في مرمى من الإرهابيين، وبالتالي المسألة مسألة حياة أو موت ومسألة صد الإرهاب. وشمال أفريقيا كذلك مهددة، ومنطقة الشرق الأوسط مهددة، ويجب أن نأخذ الأمور بشكل. وهذه التهديدات دكتور مجيد هي ما قالت عنه الجزائر مثلا، إنه سيحول المنطقة إلى منطقة صراعات تدخل فيها جماعات إرهابية تستغل هذا الموقف. ربما الإيكواس الآن التي تفعل قوات احتياط عسكرية لتدخل محتمل في النيجر، إذا حدث ذلك سيتحول الأمر إلى فوضى في النهاية، وإلى مكان يعني يصعب جدا فيه تنفيذ القانون الدولي. وكان هناك التدخل الذي صار في ليبيا وفي العراق،
كان تدخل غير مدروس العواقب. كانت هناك أشياء صحيحة لكي لا تتحول هذه البلدان إلى دكتاتوريات يعني بدون رجعة، وتكون هناك حماية للحريات وغير ذلك، ولكن النتائج كانت يعني عكسية، لأن وقع نشر الخراب والدمار، وبالتالي هذا ما يحدث الآن في منطقة الساحل. بوكو حرام موجود، الجهاد الإسلامي موجود، الإسلام المتطرف موجود في هذه المنطقة، مختلط مع تجارة المخدرات وتجارة الرقيق وغير ذلك، يعني الرقيق بالمعنى العام للكلمة. ومن هنا لا يمكن أن نتمادى في هذه السياسات، يمكن يجب أن نتجنب ماذا حدث في السابق ونستخلص العبر، ولكن إذا لم نفعل أي شيء فإن فاغنر ستكون هي التي تحكم المنطقة، ولا أحد يريد ذلك، لا الجزائر ولا أي دولة أخرى. يعني عدم التدخل يعني أن الانقلاب سيصير شرعي، وأن الانقلاب الآن سيدخل المرحلة الثانية، أنه سيطلب من فاغنر الدخول بشكل رسمي إلى النيجر، وبالتالي ستكون بوركينا فاسو، مالي، النيجر، أفريقيا الوسطى، كلها تحت سيطرة مرتزقة. لا يمكن العالم أن يقبل أن تحكمه المرتزقة مهما كانت علاقتها بالدول، وهذا شيء لا يقبله القانون الدولي. نعم. والقانون الدولي تأخر في أن يقول كلمته أمام هذه المجموعة التي لها أدرع سياسية وأدرع إعلامية وأدرع عسكرية، وتعيش على نهب ثروات البلاد، وبالتالي اليورانيوم سيقع تحت يورانيوم النيجر سيقع تحت بين أيدي فاغنر، وهذا شيء لا يمكن قبوله، وهو مخالف للمعاهدات الدولية. ضيفنا من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.